وزير الموضوع ديال الرشوه ولا في الشارع تيشكل والفساد بصفه عامه كيشكل العنوان الاجماع ديال المغاربه الذي يجب اسقاطه. واليوم ما يمكنش المغاربه يفهموا هذا الخطاب ديال الحكومه الا من خلال واحد جوج ديال الامور بسيطه وواضحه. الامر الاول كيتعلق هاد الناس المرتشين، خلي دابا الرئيس والمرشي دابا الذي يستفيد من الرشوه يحولها الى ماذا؟ يحولها الى ثروه، اي تراكمات. كنتكلموش على الرشوه ديال بعض رجال الدراك او الامن اللي ربما عرفت كنت نصورهم في شي منطقه واخا شي ماشي معقول باش يوقع واحد النوع من التغليط. الرشوه الان رشوه الكبار، رشوه الوزراء، رشوه العمال، الولاة، رشوه المنتخبين، البرلمانيين. هاد الناس المؤسسه العموميه اللي كيراكموا ثروات بالارتشاء في مجال اللي كتولي عندهم الثروه ظاهره في حياتهم. المغاربه اليوم تيشوفوا تقارير كتنزل، تقارير مش على الحسابات، تقرير ديال الصحافه، تقارير اعلاميه الى اخره. ولذلك استنى انا راه كنحفظ الوقت ديالي كاملا. زيد سيدنا، زيد اليوم المغاربه باغين من الحكومه. أنا أحتفظ بوقتي كامل سيد الرئيس. استمر سيدنا. استمروا غير استمروا، ما درتوا شي حاجة. استمر سي شوبان. أعيد، رشوة الوزراء والعمال والولاة والبرلمانيون ورؤساء المؤسسات العمومية إلى آخره. كل الذين يتورطون في الارتشاء ويراكمون الثروات. السؤال اليوم الله يخليكم. ترفعوا الجلسة. احنا قدام الشعب. ارفعوا الجلسة للمدة الأخيرة. البرلمانيين المنتشين ونعرفوهم.